رجعنا لكم مشاهدينا من بعد الفاصل، وفي هذه الفقرة حنتكلم عن الاضطراب، اضطراب النوم وانقطاع النفس. تكمن معاناة البعض مع النوم، فيتحول الصراع اليومي ما بين الحاجة للراحة أو حتى عدم القدرة على ذلك. حنتكلم عن الأسباب ومتى ممكن يتحول هذا الموضوع إلى مؤشر خطر يحتاج إلى تدخل جراحي، مع ضيفنا في الاستديو الدكتور أحمد السيد، أكاديمي واستشاري جراحة النوم. أهلا وسهلا بك دكتور أحمد، نورتنا. خلينا في البداية نتكلم عن اضطراب النوم، ايش هو وايش هي اعراضه؟ طبعا اضطراب النوم عباره عن an umbrella term، يعني هذا يعني شيء نطلقه على مشاكل عديده ممكن تصيب الواحد وقت النوم او في المنام. اضطراب النوم، اضطرابات النوم فوق 86 تشخيص، تمام، منها انقطاع، متلازمة انقطاع النفس وقت النوم. طيب دكتور، أنواعها وش أخطر شيء فيها؟ طبعا متلازمة انقطاع النفس وقت النوم عادة الناس يقصدوا فيها اللي هو المتلازمة الانسدادية، لكن في عدة أنواع. في انقطاع النفس وقت النوم بسبب انسداد مجرى النفس العلوي، في اللي هو انقطاع النفس وقت النوم بسبب مشكلة مركزية، مشكلة في الدماغ أو مشكلة في الرئة أو مشكلة في عضلة الحجاب الحاجز، وفي أحيانا اللي هو الميكس بين الاثنين. الدكتور يعني ذكرت أنه مشاكل النوم كثير، هل الأرق تعتبر واحدة منها ولا الأرق هذا يعني علاجه مختلف، يعني علاج مثلا نفسي، علاجي كيميكال يعني، ولا كيف؟ طبعا في تداخل كبير بين مشاكل النوم. الناس اللي عندهم متلازمة انقطاع النفس وقت النوم ممكن يكون عندهم أرق، تمام. تقريبا 30% من الناس اللي عندهم انقطاع النفس عندهم أرق والعكس، تمام. لكن علاج الأرق علاج مختلف تماما، يعتمد على نوع الأرق. حتى الأرق في منه أنواع، في اللي هو بداية المنام الناس ما تقدر تنام، في اللي هو يجي في منتصف وقت النوم الناس إذا صحت ما تقدر ترجع تنام، وفي اللي هو الأرق اللي هو مستمر على يعني. طيب دكتور، متى يكون انقطاع النفس أو اضطرابات النوم علاجها جراحي وغير جراحي؟ سؤال ممتاز جدا. دائما الجراحة في أي شيء تكون آخر شيء، آخر علاج الكي. طيب. في بالنسبة لانقطاع النفس، احنا لازم نحدد يعني مدى سوء الحالة. وطبعا الشيء اللي نسويه احنا على اساس نعرف انه يعني كيف انقطاع النفس سيء، اللي هو فحص النوم. يعتمد على عدد المرات اللي الشخص فيها يوقف التنفس عنده او يقل جهد التنفس عنده، وبناء على عدد المرات في الساعة نقول هل هو انقطاع نفس طفيف، متوسط أو شديد. دكتور يعني ما أعرف، يعني حضرتك مختص وبتشوف كثير من الحالات، هل في أعراض ممكن المريض يشتكي منها قبل انقطاع النفس، بالتالي هو يدرك أنه أنا راح ينقطع نفسي بعد شوي أو لا أثناء النوم؟ الغالب لما يكون نايم ما يدري، لكن واحدة من العلامات اللي هي تصاحب انقطاع النفس وقت النوم الشخير، تمام. يعني عادة الشريك هو اللي يعني يشوف يلاحظ المشكلة. طب ايش الأشياء اللي يمكن يلاحظها الشريك ويعرف انه شريكه عنده مشاكل في النوم او اضطرابات النوم او انقطاع النفس؟ الغالب لما يشوفه اللي هو عملية الاختناق نفسها. احيانا المريض نفسه يصحى من النوم من شدة الاختناق وما يقدر يرجع ينام مرة ثانية. في وضعية نوم ممكن تخفف من تكرر هذه الحالة، انقطاع النفس؟ الحالة تصير أسوأ لما الواحد ينام على ظهره، فإذا نام على جنبه أو نام على بطنه أو رفع اللي هو ظهر السرير راح تتحسن الحالة. تتحسن الحالة. طيب هل يمكن الشفاء من هذا الموضوع بشكل تام أو لا؟ ممكن،
لكن طبعا الخطة العلاجية تعتمد على عدة عوامل زي ما قلت اللي هو شدة الحالة بالإضافة إلى تركيبة جسم المريض بالإضافة إلى طريقة العلاج أو الخطة العلاجية من ناحية جراحة زائد الأشياء اللاجراحية. طيب دكتور، البعض إذا صحى من نومه يحس أنه هو مرهق وجسمه مكسر مع أنه أخذ كفايته في النوم، هل هذه يكون فيها مشاكل حصلت أثناء النوم؟ مظبوط، متلازمة انقطاع النفس وقت النوم يعني أحسن طريقة ممكن أشبهها كأنه واحد قاعد يخنق الإنسان. فالنوم يكون متقطع، ما يأخذ كفايته من النوم، ما يرتاح، ما يقدر يتنفس، مستوى الأكسجين في الدم ينزل، كل هذه تؤدي إلى أعراض خلال اليوم، منها الإحساس بالتعب، الإحساس بالنعاس، والإحساس إنه الواحد ما أخذ كفايته من النوم. في بعض ما أعرف إذا كانت هي كمان هذه يعني من ضمن العلاجات الغير جراحية، يستعملوا أجهزة معينة أثناء النوم، يستعملوها في المنزل كماسك أي ثينك أو شيء زي كذا، هذه مفروض إنه الشخص يستعملها مدى الحياة، لأنه ما أعرف إذا الواحد يقدر دائما ينام وفي وجهه في كمامة أو شيء. صحيح، طبعا الجهاز اللي تفضلتي ذكره اسمه اللي هو PAP therapy positive airway pressure، اخترعوا الجهاز طبعا كانت مكنسة وعكسوا الكمبرسور فصار ينفخ هواء بدل ما يشفط هواء. طبعا هو افضل علاج للسي PAP، لكن زي ما تفضلتي مشكلته ان الواحد ما يقدر يتحمله، ونسبة الناس اللي يتحملون السي PAP ما تزيد عادة عن 60% اللي يقدرون يستخدمونه أو يستخدمونه صح. طبعا في عدة أشياء ممكن الواحد يسويها على أساس أنه يزيد من استخدام الجهاز والكمفورت في استخدام الجهاز أو الراحة في استخدام الجهاز، لكن العلاج الجراحي يكون في الحالات اللي هي انقطاع النفس عندهم متوسط أو شديد وعندهم نقص شديد في الأكسجين وما يقدروا يتحملوا الجهاز هذا. طيب دكتور، أفضل وضعية للنوم ظهر يمين يسار بطن؟ يعتمد على تركيبة الجسم، لكن في الغالب الأجناب، الجنب اليمين لأنه من السنة، وأحيانا إذا كان الإنسان معدل كتلة عنده عالي ممكن النوم على البطن أفضل. أنا حاب أخذ فكرة دكتور عن العلاج الجراحي، كلمنا عن تفاصيلها من فضلك. طبعا أصابع يدك ما هي بوحدة، ونفس الشيء مرضى انقطاع النفس برضو ما هم نفس الشيء. فالعلاج الجراحي يعتمد على الحالة، زي ما نفصل الثوب نفصل العلاج الجراحي والخطة الجراحية بناء على تركيبة المريض. ممكن تكون عمليات في الأنف، ممكن تكون عمليات في البلعوم، ممكن تكون عمليات جراحة وجه وفكين، ممكن حتى في يعني للأسف الجهاز هذا ما هو موجود عندنا في السعودية، لكن جهاز زي منظم ضربات القلب ممكن يتركب على أساس أنه إذا قفل مجرى النفس وقت النوم يرسل رسالة بالضبط electric stimulation على أساس يفتح مجرى النفس وقت النوم. طيب دكتور، الحالات اللي تجيك أكثرها أعمارهم ما بين كم الكم؟ من وقت الولادة إلى 70 و80. متلازمة انقطاع النفس يعني تأثر على جميع المراحل العمرية. هل ممكن المناخ يأثر على انقطاع النفس أثناء النوم ولا ما له دخل؟ ممكن، لكن مشكلة انقطاع النفس وقت النوم مشكلة يعني عويصة، فيها أشياء كثيرة تدخل في يعني مسبباتها، فما ندري بالضبط. في ناس يقولون إنه لما تنامي في مكان أبرد العضلات حقت البلعوم تنشد فانقطاع النفس أقل يكون. طيب بشكل عام دكتور، أكيد حابين نأخذ منك كذا نصائح وإرشادات حتى يكون نومنا نوم صحي، لو تكلمنا أكثر عن العوامل اللي تساعد على جودة النوم وتجنبنا انقطاع النفس. يعني أكيد زي ما ذكرت في أشياء يمكن هي بطبيعة الإنسان أو بيعاني منها الإنسان، أو مثلا نوع مخدة معين، نوع أكل معين قبل النوم، إيش هي السلوكيات اللي إحنا لازم نسويها، التدخين ودى تأثيره مثلا على جهاز التنفسي. أبغى منك كل النصائح اللي ممكن تساعدنا
على يعني نحصل جودة نوم عالية. صحيح. طبعا في أشياء كثيرة ممكن الواحد يسويها على أساس يحسن نومه، منها الابتعاد عن المنبهات، الابتعاد عن الكافيين، الابتعاد عن التدخين قبل النوم. الواحد ما يأكل وينام على طول، يترك على الأقل 3-4 ساعات بين العشاء ووقت النوم، بالإضافة إلى اتباع حمية غذائية بحيث أنه معدل كتلة الجسم يبقى طبيعي. تحت 25 أو طبيعي. وفي أشياء الواحد برضو الآن مع التكنولوجيا ما صار يستوعبها، الجوال والبلو لايت. طبعا لو الواحد يترك الجوال على الأقل ساعة ساعتين قبل النوم راح تساعد في أنه الواحد يأخذ راحته وقت النوم، بالإضافة إلى تنظيم وقت النوم، أنه الواحد ينام في ساعات معينة ويصحى في ساعات معينة على حسب الاستطاعة. دكتور أحمد السيد، أكاديمي واستشاري جراحة النوم، يعطيك العافية وشكرا لك لتواجدك اليوم معنا. الله يعافيك، شكرا على الاستضافة. مشاهدينا نطلع فاصل ونرجع لكم.